مشاهد الدمار في مدينة تل أبيض توحي بضراوة المعارك التي شهدتها، وأعلام تنظيم داعش سقطت من قبضة متطرفيها أمام تقدم قوات الجيش الحر والقوات الكردية السورية. كاميرا العربية حصلت على صور حصرية من داخل مدينة تل أبيض التي كانت منذ أيام فقط في قبضة داعش. الأعلام السوداء ومقار التنظيم وأسماؤها عكست واقع سكانها. إجا دواعش على تل أبيض، اقربوا الميكروفون بالجوامع، قال أي كردي مواطن كردي كفار كافر، قتلوا حلال ذبحوا حلال، هجروا من تل أبيض، بعد 10 دقائق نلقى أي كردي بدنا نذبحه. استعادة مدينة تل أبيض من قبضة داعش شكل ضربة قوية للتنظيم الذي فقد خط إمداد هام له، بالإضافة إلى أحد المعابر الحدودية مع تركيا. داعش انهارت في تل أبيض، داعش فرت من تل أبيض، داعش كانت تعتمد على حماية تل أبيض من السلوك، وإبقاء تل أبيض لأنها مدخل وممر كممر أو مدخل آمن لعناصرها القادمة من أوروبا ومن الخارج، وكذلك المواد وكذلك تجارة النفط وما شابه. الحياة هنا بدأت تعود لطبيعتها، والأسواق فتحت أبوابها من جديد، والسكان عادوا لممارسة حياتهم اليومية، لكن الحفاظ على المدينة فرض على القوات الكردية ومعهم مقاتلي المعارضة إلى البقاء في الخطوط الأمامية. جايتنا لهون هنا كمان فرحوا، ونحن كمان يعني فرحنا لحتى شفناهم، ونحن يعني قوة لحماية الشعب جميعا، يعني ما في عنا فرق بين العرب والكراد. تقدم القوات الكردية ومعها المعارضة السورية نحو آخر معاقل داعش في ريف الرقة قد يكون أول الخطوات نحو مواجهة التنظيم المتطرف في معقله الرئيسي. إسلام عبد الكريم، العربية.